هنا أيضا إن كنتم تأذنون نواصل هذا حتى أنهي هذا حتى نصل يعني نواصل ننهي الكتاب الأطعمة هذا الصيف إن شاء الله تعالى. هنا أيضا شيء، هذا الأصل في الأشياء أنها من الطيبات والمباحات، وهنالك أشياء بالنص تكون محرمة، لكن هنالك قاعدة في الغالب نطبقها في باب المعاملات لكن قد نطبقها في باب الأطعمة، نسميها التابع تابع. التابع تابع. ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا ما ذكيتم، في المذبوحات يقول إلا ما ذكيتم، أنه لا بد لكل حيوان من أن يذكى، هذا هو الشرط. إن لم يذكى الحيوان هنالك ذكاء اختيارية، هنالك ذكاء اضطرارية، نجرح على الأقل إن لم أصل إليه، هذه سنشرحها في وقتها إن شاء الله تعالى. أما ما عدا ذلك فلا يحل شيء. من ذبح بهيمة وفيها جنين فبعد الذبح خرج جنينها ميتا، ما هو الحكم في هذا الجنين؟ خرج ميتا، حرام. لماذا؟ لأنه ميت ولم يذبح. نعم استريح. هناك رأي آخر؟ تفضل هلال. حلال. لماذا؟ لكنه ميت بعد الذبح ولا قبل الذبح؟ هو ميت، هل يجوز أكل الميتة؟ تعالى يقول لا أجل محرما إلا أن يكون ميتة، أليس ميتة هذا؟ متى يكون يعني هذا الحيوانات يعني لا أصفها بوصف الميتة، متى؟ إلا ما ذكيتم بالنص القرآني، إذن هذا ميت وهو حرام، صح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، سرح له ذكاة الجنين، الذكاة هي الذبح، ذكاة الجنين ذكاة أمه، معنى هو في أمه مختلط بلحمها وشحمها، أنا كيف أصل إلى هذا الجنين حتى أذبحه؟ فهو تابع لها لأمه، فأقول إنه ما دام تابعا إذن هو جائز ومن الطيبات لأنه تابع، ولا يستطيع أن يستقل بنفسه، هذا لو أخرج بنفسه سيموت، إذن حياته مربوطة بحياة أمه، فغذاؤه واستقراره في بطن أمه يجعل حكمه كحكم أمه. وعليه نقول إن كل الأشياء التي تكون تابعة وليست أصلية فإن الحكم فيها أنها جائزة ولا حرج وأنها من الطيبات إن كانت تابعة للطيب، أما إن كانت تابعة لحرام فهي من المحرمات. إذن التابع تابع للمتبوع يكون حكمه حكم المتبوع.